أهلا بكم في حلقة نحوية استثنائية، نرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية مع لغة الضاد، اللغة العربية. دعونا في البداية نرحب بالضيف الجليل والأستاذ الكريم، الأستاذ عبد العال إسماعيل، الخبير بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عبد العال. اهلا بيك يا استاذ محمود، واهلا بكل ابناء طلاب الثانويه العامه. أولا أستاذ عبد العال، إحنا بنحب نشكر إدارة القناة والقائمين عليها والعاملين بها كلهم، على اساس ان الطلبه كانوا بيطلبوا يعني حلقات نحويه اضافيه، وفعلا اداره القناه استجابت لرغبات ابنائنا الاعزاء، وده المعهود دائما على اداره القناه. فاحنا بنوجه شكر ابنائنا الاعزاء اللي بالفعل بيحملونا امانه اننا نبلغ اداره القناه والعاملين بها هذا الشكر. شكرا لاداره قناه محمود، لان هي استجابت بالفعل يعني طلبات الطلاب وقال الامور بان احنا يعني نكثف من حلقات النحو، واحنا النهارده تقريبا دي الحلقه رقم 4 تقريبا في النحو، بما فيها هذه الحلقه الاستثنائيه لمين؟ للنحو فقط لا غير. هيا بنا حتى لا نعم يسرقنا الوقت نعم ونبدا بالفقره. استاذ عال، ماذا تقول هذه الفقره؟ هذه الفقرة يعني بتراجع عدد من الجزئيات المهمة جدا اللي موجودة في منهج الثانوية العامة، وعلى فكرة هي تقريبا فيها أغلب الأسئلة يسأل فيها الطالب في امتحان الثانوية العامة. نعم، فالقطعة بدأت بقول: ما من حكيم سئل من أكثر الناس ظلما لنفسه ولمن حوله إلا قال: كثير الكلام بلا روية، قليل الأعمال بلا جدية. فكم متحدث طويلا خبث قولا فأصاب مشاعر الناس بلا داع، فما أجهله فالأعمال العظيمة بني مصر لا الأقوال تملك قلوب الناس. نعم، هذه القطعة. القطعة السبعة على الرغم من أنها قصيرة، وهذا هو المعهود على القطع أو الفقرات التي تأتي في الامتحانات، نعم إلا أنني ألحظ أن بها يعني مطبات كثيرة. نرجو دي مطبات نحوية أن بقى يتخطاها أبناؤنا الأعزاء بمشيئة الله بإذن تعالى. الرحمن إن شاء إن الله شاء الله. إن شاء الله. هيا بنا أول مطب يقابل أبناؤنا الأعزاء ويواجههم في ورقة الامتحان في آخر العام هو أعرب ما تحتوي خط، وخاصة في فرع النحو. جميل. كما نقول دائما يا استاذ عبد، نصيحة نود أن نقدمها لأبنائنا الأعزاء، يعني حتى يستطيعوا الإعراب إعرابا جيدا صحيحا ليس فيه خطأ، ماذا يصنعون؟ أولا الإعراب فرع المعنى، نعم، وإذا صح المعنى يصح الإعراب. لو فهمت المعنى يعني فهما دقيقا عرفت تعرف كويس جدا. تمام، جميل، أبدأ بأول كلمة مثلا عندي هنا، وممكن الطالب يتعجل وتقول له: لا تتعجل، عليك أن تقرأ قراءة متأنية. نعم، لما أقول هنا مثلا هنا إيه؟ من أكثر الناس ظلما لنفسه ولمن؟ فممكن الطالب يقرأها قراءة أخرى، نعم، ولو قرأ قراءة أخرى يبقى الإجابة بتاعتنا اختلفت، ممكن تختلف. نعم، جميل، تمام، هي ولمن مين؟ ولمن حوله. تمام، طب كلمة حوله يا أستاذ محمود، هل بتدل مثلا على ظرف مثلا زمان ولا ظرف مكان؟ نعم، هي تدل على المكان، بتدل على المكان. نعم، حوله، جميل، يبقى إذا كلمة حوله هنضبطها بمين؟ نضع فتحة فوق اللام. تمام، جميل، ونقول إن هي ظرف مين؟ ظرف ظرف مكان مكان، منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. نعم. طب هل الإعراب انتهى؟ ربما يخطئ طالب استاذ عبد، واحنا عايزين نعلم ابنائنا الاعزاء يعني كيف لا يخطئون. ربما يخطئ منهم من يقول ان اخر حرف في كلمه حوله هو الهاء، والهاء يعني مضبوطه بالضمه، جميل فكيف تقول لي انه ظرف مكان ومنصوب؟ جميل، يعني كيف نرد على من يدعي ذلك؟ احنا بنقول لطلابنا دايما يا استاذ محمود يضع الضبط على الحرف الاخير لا على الضمير. هنا الضمير ده ضمير متصل، فالكلمه اصلها حوله. نعم، جميل، واضيف اليها الضمير الهاء اللي هو في كلمه حوله، صار هذا الضمير اعرابه مضاف اليه او ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مين؟ في محل جر مضاف اليه. نعم، إذن على جميل، الأبناء أن يجردوا هذه الكلمات من أحرف الزيادة، وأيضا كذلك من الضمائر التي تتصل بالأسماء أو بالأفعال. جميل. نعم، هيا بنا الكلمة الأخرى أستاذ عال، فكم متحدث؟ الكلمة التالية فكم متحدث؟ نعم، لازم أنا وأنا بقرأ هذه القطعة أقف عند كلمة كم، وأعرف إن كم لابد لها نوعان، نعم، النوع الأول هي كم استفهامية، نعم. والنوع الثاني كم خبرية. طب أستاذ حضرتك أستاذ عال، لو نقدر لأبنائنا الأعزاء نكتب لهم جميل، جملتين بنوضح فيهم يعني انواع كم، سواء كانت كم استفهاميه او كم خبريه، حتى يعلم ابناؤنا الاعزاء ما الفارق بين كم هنا وهنا، وايضا ما الفارق بين تمييز كل منهم. جميل. طب نبدا الاول بكم مين؟ بكم الاستفهاميه نعم، الاول، ونقول تمام، مثلا ان كم في اللغه العربيه بتنقسم قسمين يا استاذ محمود. تمام، انا عندي كم يا اما تكون كم استفهاميه، نعم، جميل، يا اما تكون كم مالها، يا اما تكون كم بتكون خبريه، خبريه. نعم، طبعا كخبريه هي بتسال عن عدد مجهول وبتحتاج الى تمييز،
جميل، وتمييزها بيكون دايما مفرد منصوب الا اذا صبغت كام بحرف من حروف الجر. نعم فلو قلت مثلا كاستفهامية. نعم كمثال تمام. ايه، كمثال بسيط، قلت مثلا كام، رحت قايل مثلا كام طالبا، ورحت قايل مثلا في الفصل. الفصل نعم كده، انا عملت سؤال، وهذا السؤال انا احتاج ان اسمع الى مين، محتاج إجابة. اجابه، نعم ومعايا كلمه تقع بعد كام هي مين اللي تعرف تمييز. نعم فنعرب كلمه طالبا تمييز ماله، منصوب ده تمييز ماله، ده تمييز منصوب بمين، بالفتح. منصوب وعلامه النصب هنا الفتحه، مين الفتحه الظاهره. نعم وهو تمييز مفرد جميل منصوب دائما الا اذا سبقت كم بحرف الجر، كما نقول مثلا على كم متر اقيم البناء. يعني مثلا لو قلت نفس المثال ده، وانا على رحت قايل على كم متر، نعم ورحت قلت مثلا نقيم البناء. البناء، نعم لقيت ان كلمة متر هنا هي تمييز كامل استفهامية مجرور بالإضافة، وعلامة الجر هنا مين؟ علامة الجر ويجوز فيه هي النصب الكسر. ايضا، يعني جميل، نستطيع ان نقول على كم مترا يعني ايضا. أقدر برضه أقول على كم مترا. نعم جميل، نقيم البناء، يبقى هنا هذا التمييز برضه تمييز ماله، تمييز منصوب اذا بالفتح. معنى ذلك استبعال ان كم الاستفهاميه يستفسر بها عن عدد وتحتاج الى اجابه، جميل، ويكون تمييزها الواقع بعدها دائما مفرد منصوب مفردا إلا منصوبا إذا سبقت كان بحرف من حروف فيجوز فيه الجر النصب. أو يجوز فيه الجر بالإضافة. طب انا كده فهمت كم الاستفهاميه، حضرتك جميل، متفضلا فهمني كم الخبريه. كم الخبرية بقى؟ نعم أنا خلينا في نفس الورقة عشان نحافظ بس على الشكل، عشان الطالب يعمل نوع من أنواع الموازنة والمقارنة. تمام لو أنا قلت مثلا هنا إيه كم، ورحت قلت إيه كم شهيد، رحت قايل مثلا ضحى في سبيل الوطن. نعم جميل، هل يا أستاذ محمود أقدر أعد الشهداء اللي ضحوا في سبيل الوطن؟ لا ولا عددهم كبير؟ كبير جدا لا يحصى. لا يحصى. يبقى اذا نعم كم تخبر بكثره شيء معين. اذا لا نعم يستفسر بها عن عدد. جميل، ونضع بعدها علامه مين، علامه التعجب. نعم يبقى اذا لما قلت كم شهيد ضحى في سبيل الوطن تفيد كثره الشهداء الذين ضحوا في سبيل الوطن. يعني معنى كده سؤال سموها خبرية لأنها تخبر عن الكثرة. جميل، ولا نعم تحتاج الى ولا تحتاج اجابه. إجابة. نعم جميل، بالفعل وتمييزها بيكون دايما مفرد مجرور او جمع مجرور بمين، او جمع مجرور بالاضافه، او مجرور بمن. أو بمن. جميل، انا اقدر مثلا كم من شهيد. نعم جميل، يبقى هنا تمييز، تمييز مجرور بمين، تمييز مجرور بمن. تمام اقدر اقول مثلا كم شهداء. تمام جميل، واقدر اقول ايه كم من كم من شهداء. مين، من شهداء. يبقى تمام كده اصبح هنا مين، كم في كل جمله من هذه الجمل هي كم خبريه تفيد كثره الشهداء الذين ضحوا في سبيل الوطن، والتمييز مفرد او جمع مجرور بالاضافه، مفرد او جمع مجرور بمن. نعم يعني معنى كده خلاصة القول يا أستاذ عبعال إن كم الاستفهامية يستفسر بها عن عدد وتحتاج إجابة، نعم تمييزها دائما مفرد، دائما مفرد منصوب إلا إذا سبقت كم بحرف الجر، ففي هذه الحالة يجوز فيه النصب وكذلك يجوز الجر. أما كم الخبرية فلا يستفسر بها عن عدد ولا تحتاج إجابة، وتمييزها دائما مجرور، يكون مفردا أو جمعا، وفي كل الأحوال يكون مجرورا إما بمن أو بالإضافة إلى كلمة كم مباشرة. نطبق بقى على نعم القطعة اللي معانا النهاردة، والقطعة بتقول هنا إيه؟ فكم متحدث طويلا خبث قولا. نعم أنا فهمت معنى الجملة، أنا لا أنتظر إجابة. وهنا فهمت من المعنى أنها تفيد كثرة المتحدثين بأقوال خبيثة. نعم يبقى إذا كم هي، كم نوعها إيه؟ خبرية. كم خبرية؟ حتى كمان حاجة التمييز، تانية، حاجة اتفضل. تانية هي كنت هتقولها يا أستاذ، اللي هي التمييز جاي ماله؟ التمييز جاي مفرد مجرور بالإضافة. نعم يعني معنى جميل، كده يا أستاذ عبعال هو ما فيهوش الضبط بالفتح جميل. اللي هو التنوين بالفتح، لو كان قال كم متحدثا يبقى بقت استفهامية. استفهاميه، نعم ولكن هنا هي كم خبرية. خبريه. نعم بس محمود علمتنا حاجه مهمه دلوقتي، بقى هي ايه؟ ينفع الطالب يحول كم الخبريه لاستفهاميه، والاستفهاميه الخبريه، بس يركز على مين؟ يركز على التمييز. على التمييز. جميل، يعني معنى كده ممكن الممتحن يا استاذ علي يجيب جمله زي دي كم متحدث ويقول بين نوع كم جميل، واعرب تمييزها ثم حولها الى النوع الاخر. طب ما ده حصل قبل كده في امتحان سابق، بالفعل وجاب نفس الجمله دي وقال ايه؟ تماما. قال كم، وجاب كلمة كتاب، نعم وقال كلمة قرأت، قرأ، وطلب من الطالب في الامتحان أن يضبط التمييز مبين السبب. نعم أستاذ محمود أنا في هذه الجملة بقى، أنت شايف كلمة كم كتاب قرأت، تمام، ما الضبط المناسب لكلمة كتاب؟ كلمة كتاب هنا يا أستاذ علي هي مفرد ولا جمع؟ هي مفرد. تمام مفرد تشككني في حاجتين، يعني أنا بقول لأبنائنا الأعزاء كم بعدها من تبقى خبرية، يعني دي كده المطب ده، وأنا خرجت منه، خرجنا منه، يعني كم كم من من يبقى خبرية، كم خبرية. كم جميل، جمع خبريه. جميل، كم مفرد؟ استنى شويه، لحظه واحده، استنى شويه، نعم تنفع استفهاميه وتنفع خبريه. والله اذا كانت مضبوطه بالتنوين بالفتح تبقى استفهاميه، تمام، يعني لو قلت مثلا كم طالبا، كم جنديا، كم طبيبا، يبقى دي استفهاميه. جميل، انما لو جايه بدون تنوين بالفتح
ما عليهاش ضبط بالفتح في تنوين، في الحالة دي بنقول إنها كم خبرية. خبرية. يعني هل وضع الامتحان هنا في السؤال ده كان مدي الإجابة للطالب؟ طبعا لأن هنا لو كان عايزها استفهامية كان عمل إيه؟ كان كان وضع قال كلمة كتابا، نعم فلو تمام أنا وضع كسرتين وفي الآخر علامة التعجب نعم وأقول إن هي تمييز مين؟ إن كان مجرور بالإضافة أقول تمييز أهي، تمييز مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة وعلامة الظاهرة جره طبعا الكسرة هنا مين؟ الكسرة الظاهرة، نعم ولأن كم هنا كم مين؟ كم خبرية. خبرية. ولو قال حولها للنوع الآخر يا أستاذ عال يبقى أنا هلعب مع التمييز. نلعب مع التمييز جميل، وأقول هنا بقى هنا إيه؟ أقول له كم كتابًا، أدي كلمة كم، ورحت قايل كلمة كتابًا، ورحت قايل كلمة قرأت، وجبت التمييز ماله؟ جبت التمييز مفرد منصوب ونضع وحطيت علامة فتحتين، استفهام في آخر ال... عفوًا علامة نعم الاستفهام في النهاية، تمام. وأحط هنا مين؟ فتحتين فوق كلمة مين؟ فوق كلمة يعني معنى كده كتاب. العملية بسيطة جدا يا أستاذ عال، والسؤال ما يخضش، لا لكن أبنائنا الأعزاء هو في حاجز نفسي ما بينهم وما بين النحو، احنا عايزين بكل بساطة بكل سهولة نزيل هذا هذا الحاجز، حياتنا. جميل، وأبنائنا كده بكل بساطة زي ما بيتابعونا العملية بسيطة جدا، لو جاب كام استفهامية هنعرف هي استفهامية ازاي، لو جاب كام خبرية هنعرف خبرية ازاي، لو قال اضبط التمييز هنضبطه على أساس ان هي استفهامية ولا خبرية، كمان لو قال حولها للنوع الآخر الموضوع سهل خالص، أنا سايب إيدي وبقول نحو، العملية مش مشكلة يعني. والكلام ده موجود فين؟ موجود في الوحدة السادسة اللي هي اسمها الأدوات، في كتاب مين؟ في كتاب هذا العام. نعم جميل تمام. طيب الكلمة الثالثة يا أستاذ عال، وما زلنا مع سؤال الإعراب. جميل، أنا جيت قرأت الجملة فكان متحدث طويلا خبث قولا. أنا قريت لحد كلمة خبث المعنى تقريبا تم، ولا خبثة محتاج بيان؟ محتاج بيان، يعني مش معنى ما تمش ولا حاجة، ما تمش أمال إيه اللي يبين المعنى يا أستاذ محمود؟ اللي بين المعنى كلمة قولا، طب والكلمة التي تبين غموضا داخل الجملة أو غموض إبهاما، أو إبهام. نسميها إيه؟ حضرتك كده يا استاذ عال يعني بينت لنا نعم وقلت لأبنائنا الأعزاء اللي كتير منهم أنا حاسس بيهم دلوقتي بيقولوا فعلا فعلا هي الكلمة كده، عرفوا خلاص الإجابة ليه؟ جميل، لعشان الكلمة التي النكرة نعم المنصوبة التي تذكر بعد مبهم لتزيل إبهامه بنسميها تمييز. تسمى تمييز. وبعدين هنا جايه بعد وزن مين؟ جايه بعد وزن فعلة. فعلة. يعني لما اقول مثلا هنا ايه؟ اقول خبث قولا، قال الله تعالى: كبرت كلمة تخرج تخرج من من افواههم. أفواههم. فكلمة كلمة تعرب هنا مين؟ تعرب تمييز. نعم. طب إيه جميل. رأي حضرتك يا أستاذ عال لو ناخد إسراء من شمال سيناء تمام. وبنرحب بأهل شمال سيناء كلهم ونحاول نشاركها معانا كده إن شاء الله لو هي حابة يعني. السلام عليكم يا إسراء. الو السلام عليكم، ازيك يا وعليكم مستر السلام ورحمة محمود؟ الله. ازيك ازيك؟ يا إسراء عاملة ايه؟ الحمد لله. كويس. ازي الحمد حضرتك؟ لله رب العالمين. عاملة ايه في النحو؟ انا الحمد لله، بس انا دلوقتي في اولى كلية، بس كنت ثانوية عامة السنة اللي فاتت، تمام. فكنت بتابع حضراتكم كده، فحبيت ان اشكر حضراتكم على تعبكم معانا وكده، والسنة دي في تربية عربي عام. ما شاء الله ما شاء الله، ما شاء يعني الله. ان شاء الله انت هتنافسينا بقى تيجي تقعدي مكاننا هنا باذن الله. ربنا يخليك، محدش يقدر يوصل لحضراتكم طبعا. يعني انا السنه اللي فاتت طلعت الاولى على القسم الادبي. ما شاء الله ما شاء انا الله. كنت ادبي وجبت 91%، بس اقول لحضراتكم الصراحه انا ما كنتش عايزه عربي، بس اكتشفت ان العربي سهل، والسنه دي كمان جبت امتياز فيه يعني في الكليه. ما شاء الله بسم الله ما ما شاء شاء الله الله. لا ما انت شاء تستحقي الله. كل خير والله، واولادنا في شمال سيناء يعني احنا بنكن لهم كل حب واحترام، وفعلا لما كنا بنروح في القوافل التعليميه هناك، وان شاء الله نوعدهم ان احنا هنروح الفصل الدراسي ده باذن الله، كنا بنلاقي اقبال غير عادي على العلم وعلى المحاضرات اللي احنا كنا بنقوم بيها، فتحياتنا ليكم ودعواتنا دايما بالتفوق باذن الله لكل اهلنا في شمال سيناء. ربنا يخليك يا رب، وتوصل سلام للاستاذ عبد العال واستاذ انا هسلم عليك استاذ معاك هو معاك يسلم عليك بنفسه. ازيك يا اسراء؟ والله ازيك يا احنا مستر بنشكر عبد فيك السنه العال؟ اللي ازاي قدام يا اسراء، حضرتك؟ وبجد وربنا يا رب يوفقك يا رب، ودايما من تقدم ربنا لتقدم باذن يخليك الله يا تعالى. رب، وربنا يديكوا على قد تعبكم، وربنا يخليكم لينا يا رب، الله يخليك يا اسراء. متشكرين ان شاء الله لزورك قناه يا اسراء. التعليميه ان شاء الله تكبر كده، ونهاجم الدروس الخصوصيه وتبقى حاجة جميلة، لأن هي كنز في كل بيت بصراحة يعني. واحنا ربنا بنتمنى لك يخليك ان شاء الله انك تحملي كده راية اللغة العربية بإذن الله، وتكون ربنا الراية على ايديكم يخليك يا رب خفاقة، يا رب، واللي احنا انتوا قصرنا فيه ان مثال شاء الله انتوا وقدوة تقوموا لينا بيه في اكتر العربي، يعني. انا هاخدكم قدوة لينا، قدوة ليا في العربي. ربنا يخليك يا ربنا رب. يخليك يخليك يا ربنا رب، يكرمك ربنا يبارك فيك يا رب. شكرا يخليك ليك يا يا رب. اسراء. استاذ محمود، طب بمناسبه بقى شمال سيناء، احنا بنقول لهم بشرى ان احنا ان شاء الله الرحمن تقريبا في الاسبوع الثالث يعني، او الرحله الثالثه، كل شمال سيناء في الرحله التعليميه باذن الرحمن ان شاء الله. فاحنا رايحين في القافله التعليميه لشمال سيناء باذن الرحمن امتى تقريبا؟ تقريبا بإذن الله بعد حوالي اسبوعين من النهارده إن باذن شاء الله. الله ان شاء بإذن الله الله إن شاء الله ان شاء الله. نلتقي بيهم على خير بإذن الله. أستاذ عبد العال، وصلنا إلى كلمة قولا، وقلنا إنها تمييز لأنها وقعت بعد فعل على وزن فعلة، جميل، وكان بعد هذا الفعل إبهام، والتمييز هو الذي أزال
ذلك الإبهام. إلى جانب حاجة كمان يا أستاذ عادل، ألا يصح أن يكون ذلك التمييز محولا هنا عن فاعل؟ طب ما احنا ممكن نقول، انا يعني ممكن نقول خبث قول المتحدث، تمام. يبقى اذا جاء هذا التمييز هو تمييز لمميز ملحوظ محول عن مين؟ محول عن الفاعل. نعم تمام. لو حضرتك عايز تبين مثلا جمل اكتر للتمييز، احنا ممكن مثلا يا ريت يا نجيب استاذ عادل، بحيث اكتر ان من مثال ابنائنا لمين. الاعزاء يعني يكون الموضوع واضح ليهم اكتر من كده باذن طيب، الله. هو التمييز عامه يا استاذ محمود هو نوعان. نعم جميل. التمييز بيكون تمييز لمميز ملفوظ، نعم، او تمييز لمميز ملحوظ. ملحوظ. نعم جميل. فانا عندي المميز بقى اللي هو بيكون، او الاسم اللي هو بيكون غامض، اللي بيحتاج نوع من انواع البيان والتوضيح. تمام. ها قلنا عليه ده، يا اما يكون ماله، يا اما يكون ملفوظ، ملحوظ. يا اما جميل. يكون يا اما ملحوظ. يكون مين؟ يا اما يكون ملحوظ. لا وضح لي اكتر يا سؤال بعد اذن حضرتك، ملفوظ يعني هل فعلا الكلمه مقصوده انها جايه بلفظها مثلا؟ انا ممكن اجد في الجمله لفظ مثلا للوزن، او لفظ للكيل، او او المساحه لفظ للمساحه. او العدد. جميل. او العدد، نعم واجد ان الكلمه نفسها بتحمل غموضا وتحتاج الى بيان. تمام. نجيب مثلا مثال بسيط، مثلا نعم قلت مثلا ايه، لو قلت مثلا اشتريت مثلا كيلو فوسكيت، تمام، المعنى كده في غموض في كلمه كيلو. في وزن هنا. جميل. ممكن اقول مثلا كيلو تفاحه. نعم. ولو جميل. اقول معي خمسة واسكت، يبقى طب خمسه ايه خمسة محتاج؟ اقلام او خمسة جنيهات يبقى مثلا، في تمييز الحالة دي العدد هنا هو اللي هو يميز اللي مين؟ ازال الابهام. ازال نعم الابهام، تمام. وهكذا. نعم اما تمييز المميز الملحوظ بيكون الجمله نفسها زي هذه الجمله التي معنا، خبث وسكت، لقيت الكلمه مين؟ كلمه قولا. اتفضل يا استاذ محمود. نعم. طيب احنا اتفضل. استاذنك برضك معانا ايه من برج العرب. السلام عليكم، ازيك يا ايه؟ عليكم السلام. ازيك يا سلام؟ ايه استاذنك يا ايه، بس تعلي صوتك شويه عشان الصوت مش واضح لينا. الو السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمه. اهلا بيك. ازي حضرتك يا مستر اهلا محمود، بيك. عامل ازيك يا ايه؟ ايه، عامله ايه؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. اتفضلي، عندك اسئله؟ انا بس صحيح قلت من شويه كده جمله كده عن التمييز، بس ما لحقتش اكتبها، ممكن حضرتك تقولها طب تاني؟ يعني فعلا انا مش سامعك يا ايه جمله كويس، لو اللي استاذنك هي بس علي صوتك شويه. لما جيت تقولوا كلمة قولا، قلت الكلمة مش عارفة التي تأتي بعد نكرة ايه كده، بس احنا كنا لسه هنكمل يا آية، ونقول ان الاسماء اللي بتقع يعني نكرة منصوب بعد وزن فعلة، وده بيكون فعل لازم، في الغالب بيكون تمييز. هو نعم. مثلا كلمة مثلا ايه، لما قلنا مثلا كبرت كلمة تخرج، فقلنا كلمة كلمة تعرف تمييز. لو قلت مثلا خبث قولا، نعم، مثلا هنا اقول مثلا ايه يا استاذ محمود، عظم قدرا. قدرا، نعم هذه الكلمات يبقى اعرابها تمييز. تمام جميل. وانا ايه ممكن اقول لك بعض الكلمات اللي بتكون مشهوره جدا في قطاع النحو، يعني كل اسم يقع بعد زاد وازداد وملأ وامتلأ وطاب وفاض وزن افعى، بس هذا الاسم يكون نكره منصوبه، نعم، وزن فعوله ونعم وبئس، كل هذه الاشياء تعرب مين؟ اعرابها. وكفى ايضا احيانا بياتي بعدنا جميل، كذلك. يعرب بعدها تمييز. نعم كذلك، كما جميل. نقول وكفى بالمرء اسما. عظيم. نعم جميل. تمام. هل لديك سؤال اخر يا ايه؟ اي مستر سمحت، حضرتك دايما مستر غداني مثلا تقولوا ايه هم، لا مهمة. طب يعني هو في فرق ما بين هم ومهمة؟ هامة مهمة؟ يعني مثلا هي هيك. كلمة مهمة هي أدق يا آية من كلمة هام، لأن هام جت من الهم. جميل. يعني وأما كلمة مهمة فيها معنى الأهمية. تمام؟ ميرسي مستر، أنا بشكر مستر حضرتك مستر عبد العزيز جدا، ومستر محمود وكل مدرسين اللغة العربية وكل مدرسين القناة طبعا، لأن احنا بجد يعني حضراتكم معوضين عن كل حاجة الحمد لله. ربنا يصلك الحال يا رب، ووفقك، وتكوني بالاوائل باذن الله، الاول الجمهوريه باذن الرحمن. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يوفقك انت وكل اهل برج العرب، وان شاء الله كده دايما نشوفكم في تفوق ونجاح باذن الله. شكرا يا ايه. عوده سريعه يا استاذ عال الى الفقره التي امامنا، ووصلنا معا الى التمييز. احنا قلنا المميز الملفوظ اللي بيدل والملحوظ. على وزن او كيل او مساحه او عدد، والمميز الملحوظ اللي بنقول عنده بيكون الكلام مبهم، والتمييز هو اللي بيزيل ذلك الايه؟ الابهام. عايزين نجيب مثال يا استاذ عادل. كنا واقفين بقى عند مين؟ عند التمييز لمميز ملحوظ، ملحوظ. وده يكون ماله؟ نعم. يا اما يكون اسم محمود محول عن المبتدأ، يا اما يكون محول عن الفاعل، يا اما يكون محول عن عن المفعول به، ولا نعم. ان يكتب مين به اختصارا فقط تمام. لا غير. تمام. جميل. ممكن يكون ليس محولا. نعم. جميل. مثلا زي فالله خير حافظا. نعم. جميل. او مثلا لله ضره فارسا. نعم. طب انا ممكن اجيب مثلا جمله فيها فاعل، وبعد كده احول فاعل ده لمين لتمييز. نعم. لو قلت مثلا هنا ايه، لو قلت مثلا طابه طابت، ورحت قايل مثلا طابت نفسه، ورحت قايل مثلا ايه محمد. تمام. طب ما اعرب كلمه نفس؟ فاعل. اعربها فاعل. نعم. طب هل يمكن تحويل هذا الفاعل الى تمييز؟ نعم، لو انا قلت مثلا طاب محمد، اي رحت كاتب كلمه طاب اهيا، رحت كاتب كلمه طاب محمد نفسا، ورحت كاتب كلمه مين؟ كلمه نفسا. نعم. استاذ محمود طب علمني بقى ازاي افهم ان دي تمييز. نعم. انا وقفت عند كلمه طاب محمد وسكت. نعم، لو انا قلت طاب محمد، هل طاب محمد علما؟
هل طاب محمد ممكن. قولا؟ ممكن. هل طاب محمد مثلا املا؟ طاب ايه بالظبط؟ لغايه طاب محمد يا استاذ عال، وطاب هنا فعل لازم. جميل. يعني لغايه الفعل والفاعل الكلام مبهم. يعني كده اتعلمت حاجه النهارده، ان اقدر احول لفظ التمييز الى فاعل. نعم. او الملحوظ، تمييز مميز الملحوظ. الملحوظ. نعم. الى فاعل او الى مبتدا او الى مفعول. نعم. به. فاذا تمييز كلمه نفسي هنا دون ده محول عن مين؟ محول عن الفاعل. نعم. طب في نفس الورقه ممكن يجيب مثلا تمييز من جاي مفعول به. نعم. لو قلنا مثلا هنا ايه، لو قلنا مثلا زرعنا، ورحت قايل زرعنا مثلا أشجار الحديقه مثلا، ماشي. طب ممكن اقولها البستان. البستان زي جميل. طب تمام. انا عندي هنا كلمه زرعنا اشجار البستان، اين المفعول به؟ اشجار، كلمه اشجار. تماما. طب هل يمكن ان تحول هذه الكلمه الى تمييز؟ نقول زرعنا البستان. طب اروح كاتب مع حضرتك، ورحت كاتب كلمه زرعنا، ورحت قايل كلمه البستان، ومعلش يا استاذ محمود انا هقف هنا. تمام. هل المعنى كده محتاج وضوح وبيان؟ تمام. انا زرعت البستان ايه، قطنا، قصبا، ازهارا؟ رحت قايل في الاخر كلمه مثلا كلمه اش جارا. اذا كلمه اشجارا هنا هي التي ميزت. جميل. المبهم. يبقى انا عندي كده تمييز، هذا التمييز محول عن مين؟ محول عن المفعول به. كذلك عن ابتداء. عن ابتداء. لو قلت مثلا لطالب، قلت مثلا ايه، خبرتي مثلا. تمام. مثلا اكثر من خبرتك. منين؟ من خبرتك. نعم. هل انا اقدر احول هذا المبتدا الى تمييز؟ تمام. يعني انا لو قلت مثلا انا اكثر منك خبره. جميل. يبقى انا اقول له انا تمام اكثر منك خبرة. رحت قايل له مثلا كلمة مين؟ خبرة. تمام. يبقى أصبح هذا التمييز للمميز الملحوظ محول عن مين؟ عن ابتداء. عن هذا مين؟ عن هذا المبتدأ. نعم. تمام. تمام. ده يعني تقريبا سريعا بالنسبة للتمييز، لأن أبنائنا دايما يا أستاذ عال بنلاقي إن في اختلاف عندهم ما بين التمييز والحال، وخاصة إن هم كتير منهم قوي ما بيعرفوش يتوصلوا إلى إعراب التمييز. أعتقد أبنائي الأعزاء بعد ما شفنا الشرح الوافي للأستاذ عال أمامكم على شاشة قناة مصر التعليمية المتميزة دائما، أكيد يعني زي ما أنا بعترف إن شاء الله هتتوصلوا إلى كيفية البحث عن التمييز ومعرفة الإجابة عن سؤاله بإذن الله. طب تمييز العدد بقى ليه أحكام خاصة ممكن يعني نفرض له إن شاء الله، ده يحتاج حلقة كاملة لوحده. السبعة. جميل. نعم. الكلمة الرابعة هنا في هذه الفقرة هي الكلمة الأخيرة دائما. نعم. فالأعمال. طب أنا مش هتسرع. لا انا عايز اتسرع استاذ عال كطالب. تمام. وانا مش عايز اقول طالب يعني ربما يعني يخطئ. انا اتصور نفسي طالب متسارع، بمجرد ما هشوف علامه تعجب وانتهى الكلام في نهايه الجمله عند التعجب وهبدا كلام جديد، انا ممكن اتسرع واقول ان الكلمه دي واضحه جدا. يعني ايه اسم في اول الكلام اعرابه ايه؟ خلاص يعني خلاص يعني ممكن اقول ده انا هخطئ. انا برضك بنبه ابنائي الاعزاء متسارع، انا بتقمص دور أبنائي الأعزاء اللي ممكن يخطئوا لتسرعهم، عشان كده بنعلمكم إزاي تكونوا عندكم روية. يعني تعلم عن طريق الخطأ. تعلم عن طريق الخطأ بالفعل. جميل. هقول مبتدأ. طيب أسألك سؤال بسيط. نعم. أين الخبر؟ فالأعمال العظيمة. طب هنا مفيش خبر. طب أنا أقول حاجة تانية يا سبعات. طب ما تكمل قراية طيب. فالأعمال العظيمة مثلا لو أنا قلت كده بني مصر لا الأقوال تملكوا، ما تديش خبر. يعني الخبر مش جاي. لا مش جاي. طب انا عندي خطا تاني بعد اذن حضرتك، لو سيبني اخطئ يعني. اتفضل. ما تيجي اقول ان الفاء حرف جر والاعمال اسم مجرور. هسالك سؤال يا استاذ محمود، اقول لك مين علمك ان الفاء حرف جر؟ والله كتير جدا من ابنائنا الاعزاء جدا اللي دايما لما بيشوفوا الفاء في اول الاسم حتى لو جت في اول الفعل، والله ده مش الفاء بس يا استاذ محمود، ده الفاء ومع كمان. ومع للاسف. بالفعل. للأسف. طبعا مع ظرف. ظرف. والفاء ليست حرف جر. يعني الفاء عمرها ما كانت حرف جر. معرفش مين اللي دخل في عقول ابنائنا الاعزاء اللي هم في الثانويه العامه كلها خطوتين ان شاء الله هيكونوا في الكليه، ان الفاء حرف جر. عمر الفاء خدوها عنا من هنا، عمر الفاء ما كانت حرف جر. طيب تعالى بقى ما نخطئش يا عبد العال استاذ عبد العال، وتعالى نرجع لايه. طب ممكن اقراها الكلام الصح بقى. لو قلت مثلا فالاعمال العظيمه، رحت نعم. حاطط فتحه فوق الاعمال وفتحه فوق كلمه العظيمه. تمام. يبقى انا ممكن اقول ده مفعول به. مفعول به. لفعل محذوف تقديره الزموا الاعمال. نعم. يبقى انا عملت محمود حاجه اسمها اسلوب اغراء. بس اسلوب اغراء بقى في ورقه مستقله. تمام. لو انا قلت لابناء الطلاب دلوقتي ايه، قلت لهم مثلا كلمه الصدقه، وادي كلمه الصدقه، ورحت ساكت. نعم. وعملت فاصله منقوطه ورحت كاتب فانه نجاه. نعم. جميل. الجمله الثانيه رحت قايل فيها مين؟ قايل فيها الصدقه. الصدقه. جميل. نعم. وبرضه فانه نجاة. الجمله الثالثه مثلا الصدقه والامانه. والامانه مثلاً. نعم. جميل.
طب تمام انا في هذه الجمل الثلاث تمام مش انا بعمل نوع من انواع الحث للمخاطب على امر محمود بيفعله؟ نعم، والحث هنا بمعنى الاغراء. جميل، نعم يعني الصدق دي لما اجي اضبطها، ما هو اسمه في اول الكلام ولكن عليه من يا محمود عليه فتحه، فتحه والصدقه الصدقه ادي فتحه وفتحه تمام وادي فتحه وادي الامانه كمان. تمام طيب قبل ما نشوف الصدق والامانه اتفضل نشوف يا ايه من محمود. القاهره. السلام عليكم، ازيك يا ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي، الحمد اخبارك ايه؟ متابعانا من اول الحلقه؟ بص، هو انا بصراحه يعني كان في اوقات كده مش بتفرج، فبس لما بدات اعرف الاوقات بقيت بتفرج. تمام، يعني يا رب كده تكوني لما بتشاهدي الحلقات بتاعتنا بنضيف لك حاجات يعني. والله بتضيفوا كتير بصراحه. طب الحمد لله. عندك اسئله يا ايه؟ هو انا بس كنت في اول درس خالص كام انسانيه، تمام. نعم، فانا كنت بس في لخبطه كده ما بين المدرسين لما بسالهم عن معنى حاجات ومضاد حاجات. نعم، فمضاد انبرا ايه؟ مضاد كلمة امبارة. امبارة، تمام. طب انت يا آية، يا آية انت عارفة الأول معنى كلمة امبارة ايه؟ هو قالوا لما بيبقى في اختيارات معاها تصدى. طب هي معناها تصدى. ايوه جميل، يعني في التصدي في نوع من انواع المواجهة. ايوه، طب فهو انت لما عكسها قلت تخاذل. مضاد كلمة امبارة او انت توصلت لإجابتها، قلت إجابتها ايه؟ تخاذل. تخاذل. طب ماذا ايوه، يمنع ان يكون مضاد كلمة امبارة تخاذل؟ ايه المانع؟ ما هو التصدي مواجهة، والتخاذل فيه نوع من انواع التراجع ونوع من انواع الضعف ونوع من انواع يعني الابتعاد، تبقى نعم. الاجابه ممكن تكون ولو سليمه. جابوا، ولو جابوا في الاختيارات كلمه انصرف هتكون ادق ادق فعلا يا استاذ. انصرف او يعني ابتعد. لو عندك تخاذل وانصرف، انصرف هتكون ادق. ده لو اختيارات يا استاذ محمود. لو في اختيارات، اما نعم. من غير اختيارات لو ممكن. من غير اختيارات يعتبر الكلمتان صحيحتان. جميل. هو كان في اختيار، هي فعلا الكلمه فيها اختيارات ما بين تكاسل وتنافس وانصرف وتخاذل. طب واحدة واحدة يا آية، معلش انت قلت تكاسل وايه تاني؟ وتخاذل وتخاذل وانصرف وانصرف وايه كمان؟ وانصرف. ايوه، وتنافس. الكلمة الرابعة. طيب مش مشكلة، احنا عندنا الكلمتين، احنا قلنا لو ورد الكلمتان بناخد الكلمة الأدق. الكلمة الأدق هنا هي كلمة انصرف. انصرف. تمام، لأن التصدي بمعنى المواجهة زي ما قال لك أستاذ عبد العال، معنى كده إن هو بيواجه، يعني بيقترب من هذا الأمر حتى يضع حلا له ثم بعد ذلك ينصرف عنه، وده المضاد بتاعه. أستاذ محمود حتى يعني دايما الكلمة يعني هي بتفهم خلال السياق، من خلال يعني السياق في معنى سياقي. نعم، الجملة كانت بتقول في كتاب المدرسة بيقول فانبرى كثير من الصحابة. طب ما كلمة انبرى الترجمة بتاعتها أو المعنى بتاعها تصدى. نعم. طب ما ممكن يكون بمعنى استجاب. تمام، يعني يبقى المضاد بتاعها ممكن يكون ابتعد. نعم، ممكن يكون انصرف. نعم، وهكذا. يا مين يا أنسة آية، عندك كلام تاني يا آية أو أسئلة أخرى؟ اتفضلي. ما الذي فتح بلاد الإسلام ولماذا؟ ما الذي فتح بلاد الاسلام؟ طب انت قلتي في اجابتك ايه؟ ايه فتح بلاد الاسلام؟ الصفات السامحه والعداله والمساواه والمؤاخاه. طب انت عندك في اخر الدرس في اخر فقره بيقول ان سماحه الاسلام للسيف هي اللي فتحت الشام والعراق والهند الى الهند وخراسان. خلاص. نعم، الاجابه واضحه جدا جدا. ايه في اسئله اخرى؟ طب يعني هي لماذا هي دي الاجابه؟ لا بتقول ولماذا. عايزه التعليل. يعني اتفضل. نعم، التعليل هنا يعني لان الاسلام ليس دين يعني عدوان على احد، وانما هو دين سلام للبشريه، كانه اراد وحده النوع الانساني، فقد عاش في ظلاله المسلمون وغير المسلمين، يعني في سلام وامان وعداله اجتماعيه. وهتقولي نفس الكلام اللي كان بيعقب على الفقره الاخيره اللي موجوده في نهايه الدرس. بصي يا ايه، انت ممكن كمان تستنتجي الاجابه، وده سؤال استنتاجي، اجابته من خلال مضمون الدرس كله اللي كامل. انت قريتيه. تمام، يعني قيم انسانيه قدم لك عدد من القيم كثيره جدا، منها مثلا قيمه الحريه، قيمه مثلا المساواه، كل هذه الاشياء ممكن تدعي بيها الاجابه بتاعتك في كلمه لماذا. تمام؟ تمام. جميل، بنشكرك يا عندي ايه. كم سؤال تاني. عندك سؤال تاني؟ اتفضلي. يسمو مضادها ايه؟ نعم؟ يسمو مضادها ايه؟ يتلو؟ يتلو؟ ايوه يسمو. هي كلمة يتلو، أنا طبعًا يعني ما بيعجبنيش السؤال لما بجيب الكلمة بس وأقول عايز مرادفها أو مضادها. هي المفروض إن هي تكون يسمو وقعت في جملة. ليه؟ لأن في كلمة يتلو بمعنى جاية من التالي، يعني يتلوه بمعنى يأتي خلفه. وفي يطلب معنى يقرأ. يسمو كلمة معنى يسمو. ما أنا بقول لك أهو يا آية. بتقولي يا زلمة. يعني مثلًا يكمن. أنا آسف، أنا سمعتها يطلب، الصوت واطي. يكمل يسمو. يسمو ده انا سمعت حاجه ثانيه خالص. احنا عشان كده
احنا عايزين اللي يتكلم بس يرفع صوته معلش. كلمة يسمو هي عندك اختيارات اكيد فيها يهبط صح؟ ايوه يهبط وينحدر ويتدحرج ويغوص. طبعا هي يهبط هنا. يهبط؟ نعم. لان يسمو هنا بمعنى يرتفع. ايوه. وكانت الكلمة الادق او الاختيار الادق اللي موجود في الاختيارات الاربعة اللي موجودة عندك هو كلمة يهبط. ماشي. تمام يا ايه؟ طيب ممكن سؤال ثاني؟ اتفضلي. بس يا ريت سريعا بس عشان وقت الحلقة. مضاد السمحة. مضاد السمحة؟ ايوه. تمام. هي كلمة السمحة بمعنى ايه يا ايه؟ السمحة اللي هي الحاجة اللي فيها عفو. العفو. ممكن يا ايه يكون المضاد بتاعها ممكن متشددة، المتعصبة. نعم، الخبيثة. جميل. لأن معناها الطيبة أيضا. تمام؟ أيوه. طيب. سعداء بمشاركتك معانا يا آية، وإن شاء الله دايما من نجاح لنجاح بإذن الله. شكرا ليكي. عودة سريعة يا سبعال، وصلنا لكلمة الأعمال وقلنا إن هي مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره إلزم، وقلنا إن دوت اسم أسلوب إغراء. وولادنا نعم. طبعا الإغراء يعني هو كان درس يعني لم يدرس في العام الماضي، ولكن احنا طبعا دعما لمين لهذه الفكرة، فاحنا بنقول لهم الصدقة. يبقى هنا اقدر اقدر فعل محذوف واقول له هنا إلزم مين؟ إلزم الصدقة. فاصبحت دي مفعول به منصوب على الإغراء بفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم. يعني معنى كده وسبع لي ان كلمة الصدق مش اول كلمة عفوا في الجملة. هو منصوب جوازا في الجملة جوازا. نعم. وجوبا في الحالتين نعم. الباقيين. يعني نعم. معنى كده ان الكلمة دي مش اول كلمة وردت في الجملة. جميل. عشان بس ابنائنا ما يعتقدوش ان دي اسم وقعت في اول الكلام، لازم جميل. تكون مبتدأ. طب التعبير التاني نعم. الصدقة. الصدقة طبعا الاولى مفعول به والتانية توكيد لفظي. نعم. الصدقة الاولى برضو مفعول به والتانية معطوف منصوب. نعم. وعكس اسلوب الاغراء طبعا اسلوب مين؟ اسلوب التحذير. ويقاس على ذلك ويزداد عليه كلمة إياك. جميل. نعم. طيب نرجع يا محمود بقى للقطعة بتاعتنا. نرجع للقطعة بتاعتنا وللسؤال باء. جميل. ودايما السؤال باء يا أستاذ عبد العال بيكون استخرج من الفقرة السابقة، بيطلب من أبنائنا الأعزاء عدة مستخرجات. تمام. يعني نبدأ كده مع بعض إن شاء الله ونسمي كده مع أبنائنا الأعزاء، ورب يكون كلامنا خفيف عليهم. أول مطلوب بنطلبه في الفقرة ديت اسم تفضيل وبين حكم مطابقته للمفضل. طبعا اسم التفضيل يا استاذ محمود عشان ابحث عنه في القطعه لابد ان ابحث عن كلمه على وزن افعل مؤنثها فعله. تمام. جميل. نعم. وهذه الكلمه لا تسبق بكلمه ما ولا ياتي بعدها كلمه بي. تمام. يبقى انا كده هميز ما بين ايه؟ ما بين اسلوبين. نعم. جميل. بحثت في القطعه يا استاذ محمود وجدت كلمه اكثر. اكثر. بس انا عندي كمان حاجه تانية على وزن افعل لكلمه اجهل. تمام. بس هي كلمه ما اجهله. ما اجهله ده حاجه تانية. بس حاجه تانية. تمام. بس الطالب لو اتلخبط. جميل. ما هو ده وزن افعل. نعم. ولكن ده الاسلوب ده اسلوب مختلف، ده اسلوب تعجب. نعم. اما ده اسلوب ايه؟ اسمه اسلوب تفضيل. اه. ومعنى كده معنى كده ان اسلوب التفضيل بيكون اسم التفضيل فيه نوعه اسم ده حتى. جميل. اسمه اسم تفضيل. عظيم. انما اجهله بتكون اسمها فعل التعجب. فعل التعجب. طب يعني ممكن نقول لهم الفرق بين الاثنين؟ نقول الفرق لان احيانا بياتي بسؤال يا استاذ بيجمع السؤالين مع بعض، واعتقد حضرتك تتذكر معايا لما قال حضارتنا اعظم حضاره. جميل. وبعدين قال ما اعظم. طب نعم. ممكن اكتب مع حضرتك يا محمود حضارتنا. كلمة حضارتنا اعظم، ورحت كاتب اعظم حضارة. والجملة التانية كانت بتقول يعني ما اعظم. ماشي. جميل. حضارة ما اعظم حضارة مصر. حضارة مصر. نعم. وهو وضع خط يا استاذ عبد العال تحت كلمة حضارة في الجملتين. جميل. يعني كلمة اعظم وقعت بعدها كلمة حضارة في الجملتين، هو وضع خط تحت كلمة حضارة. احنا هنحط خط تحت كلمة اعظم نبين نوعها ونعرف كلمة حضارة في الجملتين. يعني نعرف كلمة حضارة في الجملتين؟ لا حضارة اللي بعدها مش اللي قبلها. جميل. تمام. حضارة اللي بعدها اللي بعد كلمة اعظم في جميل. الجملتين. تماما. يعني عظيم. لو قلنا مثلا حضارتنا اعظم حضارة، يبقى كلمة حضارة دي اعربها مضاف اليه. تمام. لانها جاءت من جنس المفضل. تمام. جميل. وانا مش عارف اعملها تمييز على فكرة. مش هتكون تمييز. مش هقدر احولها لتمييز. نعم. فاصبح دوت اعرابها لمين؟ مضاف اليه. اعظم مضاف اليه. والاسم كلمه اعظم دي اسم تفضيل. جميل. اما نعم. هنا ديا اعظم, أعظم. ديا ده اسم تفضيل طبعا، ده مش اعرابه. تمام. ولكن اعرابه هنا جاي حضارتنا خبر. اعظم جاي ده خبر مرفوع طرفه هنا الضم. نعم. اما جميل. ما اعظم فكلمه اعظم هنا يا استاذ عبد هي فعل التعجب. جميل. يبقى ده فعل. فعل التعجب. ماض. طبعا فعل ماض جامد. نعم. للتعجب. نعم. مبني على مين؟ مبني على الفتح. على الفتح. والفعل طبعا هنا ضمير مستتر تقديره. جميل. هي. جميل. هي. نعم. جميل. وانا طبعا عندي نكد اعرابها هنا كان اعرابها مبتدا مبني في محل رفع مبتدا. نعم. في محل رفع. نعم. وعندي هنا المبتدا ده بعديه جمله فعليه خبر خبره. اللي هي الفعل والفاعل دون. نعم. خبر مين؟ خبر
في محل رفع، تماما يبقى كلمة حضارة إعرابها مفعول به. مفعول به نعم، عشان ده المتعجب منه في صورة ما أفعل بيعرب فيعربه. مفعول به دائما. جميل. نعم، وهذا هو الفارق بين كلمة أعظم في الجملتين، علشان أبنائنا الأعزاء ما يعني يخطئوش ما بين أعظم اسم التفضيل وأعظم فعل التعجب اللي بتيجي بعد ما، أو بيجي بعدها حرف الجر الزائد اللي هو الباء، أو الأعظم بالمؤمن مثلا، جميل. أو أعظم بالمصري. أكتب الجملة ولا؟ لا خلاص، هو خلاص كده تمام. وضحت لأبنائنا الأعزاء. صعب. قال إذا اسم التفضيل هو كلمة اسم التفضيل أكثر. كلمة أكثر. نعم، من أكثر الناس. هو بقية السؤال يا صعب قال بيقول يعني ثم بين حكم مطابقته لما قبله، أو مطابقته للمفضل. إحنا بنعرف إزاي حكم مطابقة اسم التفضيل للمفضل لا، لقبله؟ دي عايزة توضيح يا أستاذ محمود. هيا بنا هيا بنا نوضحها لأبنائنا. نبدأ نعم. الأول مثلا بجملة، مثلا لو أنا قلت مثلا في مثال وقلت أنا مثلا أسرع، جميل، ورحت أي مثلا إيه من غيري. نعم. في هذا المثال البسيط أنا ممكن أبدأ الجملة دي بأكتر من ضمير. تمام. بقول مثلا هنا إيه، أنا ممكن أقول مثلا كلمة، أقول نحن، جميل، وأقول مثلا أسرع من غيرنا. نعم. ممكن أقول مثال تاني، أقول مثلا أنتم، وأقول لهم أنتم أسرع من غيركم. تمام. وممكن أقول مثلا أنتن أسرع من غيركن. طيب أستاذنك يا أستاذ عيال، معانا عمر من المنيا، وممكن نشاركه معانا في اسم التفضيل وحكم مطابقة. السلام عليكم، ازيك يا عمر؟ وعليكم السلام. أخبارك إيه؟ الحمد لله. ازيك يا أستاذ محمود؟ الله يخليك، ازيك يا حبيبي؟ الأخبار؟ أسئلتك؟ عندي سؤال. في سؤال بيقول ما أجملها القواعد النحوية، تمام، وما أجملها قواعد نحوية، تمام، إيه إعراب كلمة قواعد في الجملتين؟ تمام. طيب عندك سؤال تاني حبيبي؟ لا مفيش، ما أجملها. تمام. طيب شكرا، وتابعنا إن شاء الله يا عمر، سنجيبك بإذن الله. هو عمر معانا يعني في اسلوب التعجب، وجايب جمله او جملتين فيها اسلوب التعجب بصيغه ما افعل، فبيقول جميل. ما اجملها القواعد النحويه، وقال ما اجملها قواعد نحويه. طيب انا ليه راي محمود بقى حضرتك، بس هو الشاشه معروضه عليها دلوقتي مين اسم التفضيل، تمام، والجملتين معانا. نعم. جميل، وسوف نجيب عنها النهارده في نهايه تمام. الحلقه باذن الرحمن ان شاء شاء الله، ولكن بعد بيان مين، بعد بيان اسم النوع التفضيل الاول حتى لا اسم طيب التفضيل. حتى لا يضيع منها. جميل. اتفضل يا صاحبي. فلما اقول هنا انا اسرع من غيري، نعم، انا عشان اعرف حكم اسم التفضيل، هو اسم ياتي على وزن افعل طبعا، تمام. جميل، لقيت اسم التفضيل هو كلمه مين، اسرع 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 اسرع. نعم. اتغير معايا يا استاذ محمود، اتغير معايا الضمير. تمام. يعني مره قلت انا، قلت نحن، قلت انتم، قلت انتن. اسال نفس السؤال. نعم. ما حاله اسم التفضيل؟ لقيت حالته هنا ان هو جاي مفرد، جاي عفوا مجرد من الاله والاضافه. مجرد من ال، يعني ما فيهوش الف ولام. يبقى انا عندي اول حاجه بسال عليها هي الحاله. تمام. فالحاله جاي ماله؟ جاي مجرد من ال، ما فيش الف ولام، وكمان مين؟ والاضافه. وكمان الاضافه. نعم. جميل، اسال نفس السؤال الثاني، طب ما الحكم بقى؟ يعني جاي مفرد مذكر مع المفرد المذكر. مفرد مذكر مع الجمع المذكر، مفرد مذكر مع الجمع المذكر. نعم. برضه مفرد مذكر مع الجمع المؤنث. تمام. الله، ده بيلزم صوره واحده الافراد والتذكير. جميل، يبقى الحكم اقول هنا، الحكم اقول انه يجب الافراد ومين والتذكير، الافراد وكمان مين تاني، والتذكير. يعني هنا لا يطابق المفضل. لا يطابق المفضل. نعم. تمام. يبقى انا عندي اول حاله من حالات اسم التفضيل، اذا جاءت اسم التفضيل، اذا جاء اسم التفضيل مجرد من الاله والاضافه، فالحكم يجب الافراد والتذكير. نعم. ويجر المفروض عليه كلمه مين بكلمه من. تمام. هذه الحاله الاولى. نعم. وانا عندي حالات ثلاث اخرى بعد هذه الحاله. نعم. طب لو انا قلت مثلا هنا ايه، لو قلت الكتاب مثلا، الكتاب، الجمله هي بتقول الكتاب افضل صديق مثلا. ماشي، جميل. ولو قلت مثلا هنا افضل، جميل، ورحت قايل كلمه مثلا كلمه صديق. نعم. انا هنا عملت حاجه جميله قوي، اسال نفس الحاله، لقيت ان اسم التفضيل اضيف الى كلمه مين، اضيف الى كلمه صديق. نعم. هو ما فيهوش الف ولام، تمام، ولكنه جاي مضاف. لو انا حبيت اسني واجمع، هقول كلمه الكتابان، وقول هنا افضل، واروح جاي كلمه مثل. صديقين. تمام. جميل. لو قلت اقول الكتب. كلمه، اقول الكتب، واقول له افضل، واقول له الافضل أصدقاء. مين، افضل اصدقاء. تمام. جميل. انا لاحظت برضك حاجه يا استاذ عيال، لقيت ان كلمه افضل كما هي، على جميل. الرغم من ان المفضل اللي قبليها بيتغير صوته. يبقى انا اول حاجه عشان اعرف الحكم احدد مين، احدد الاول الحالة. الحاله. نعم. فالحاله اقول ان ده جاي مضاف لمين، لنكره، مضاف لنكره. تمام. جميل، يبقى اذا الحكم زي الاولاني، يلزم يجب مين، او يجب الافراد والتسكين، الافراد
وكمان تاني مين؟ والتزكير. يبقى انا عندي حالتين لا يطابق فيها اسم التفضيل المفضل ابدا، يبقى انا عندي ويلزم الافاده والتزكير. يعني عندي حالتان وحكم واحد. وحكم واحد. جميل. نعم. الحالتان المجرد من قالوا الاضافه. نعم. ودي ادي الحاله الاولى اهي. تمام. جميل. والحاله الثانيه مضاف الى نكره والحكم واحد في الاثنين اللي هو مين؟ يجب افراد وتزكير او يلزم الافراد والتزكير. الحاله الثالثه السؤال. الحاله الثالثه مثلا لما اقول لطالب اقول له مثلا انت الافضل. تمام. وادي كلمه انت وادي كلمه الافضل. نعم. نقول لاولادنا عشان خاطر عشان خاطرنا بس. آه. لو جيت اكتب كلمه انتي هكتبها انتي كيدز. آه. وضع مين؟ اضع الكسره تحت التاء. مش مفيش ياء يعني اصلا. يعني مفيش ياء. اه ده بيكتبوا انتي وعليكي ولاكي، بيكتبوا حاجات غلط خالص يعني. تمام. انتي بالياء يعني. جميل. يعني انتي بايوتك. انتي بايوتك. جميل. تمام. استاذ محمود لو حبيت ابدا الجمله دي مع انت الافضل. نعم. ادي كلمه انت وانا شكلت هون هون انت. تمام. وقلت مره انتما. نعم. وقلت الناحيه الثانيه برضو انتما. للمذكر والمؤنث. جميل. وهو هنا. نعم. كلمه انتم وانا أنتن. اقول كلمه مين؟ انتن. تمام. هسال نفسي سؤال. نعم. اسم التفضيل ايه حالته؟ معرف بال. انا عندي الحاله يبقى اقول الحاله معرف بمين؟ بال. اقول له معرف بالالف ومين؟ بالالف واللام. تمام. اسال نفسي الحكم امتى؟ بس لما اجرب الاول. لما نشوف كده. تمام. جميل. يعني انا قلت انت الافضل. جميل. هل اقدر اقول السؤال انت الافضل؟ طب ايه رايك نمشي الاول مع المذكر؟ طب يلا. وبعد كده نجيب المؤنث. تمام. جميل. نقول انتما ايه بقى؟ انا بيتهيألي لازم اقول انتما الافضلان. يعني ما ينفعش اقول انتما الافضل. ما ينفعش. جميل. المبتدا هتغمر مبتدا يعني بفرد. لا هو ده مثنى. يبقى لازم اقول كلمه مين؟ هقول انتما الافضلان. جميل. تمام. طب انتم؟ هقول الافضلون. اقول كلمه الافضلون او كلمه الافاضل. نعم. كده هما صواب. تمام. جميل. ده لقيت حاجه يا استاذ محمود مهمه قوي. نعم. ان حصل تطابق ما بين اسم التفضيل وبين المفضل. تطابق يعني تطابق. معنى كده لابد ان يطابق المفضل في النوع وفي العدد. في النوع والعدد. يعني ده جاي مفرد مذكر وده مفرد مذكر. مذكر. تمام. مثنى مذكر مثنى مذكر، جمع مذكر جمع مذكر. طب ما اطبق الباقي على الجمع المؤنث. يعني اللي هيتطبق على المذكر هيتطبق على المؤنث. يبقى انا اقولها الناحيه الثانيه انت ايه بقى؟ قول الفضله بقى. يبقى انا اكتب كلمه انت الفضله. نعم. جميل. يبقى انتما مع المؤنث. آه، اقول انتما الفضليان. الفضله يان. وانتن الفضليات. اقول الفضليات. تمام. يبقى ايه اللي جرى هنا؟ حصل اسم التفضيل، عرفت الحاله، الحاله معرفه الف واللام والحكم. طيب. اقول هنا ايه؟ تجب مين او يجب مطابقه اسم مين؟ اسم التفضيل المفضل في النوع مين؟ في النوع وفي العدد. تمام. طيب نعود سريعا الى الجمله السبع اللي قالها ابننا عمر اللي اتصل بينا من المنيا. طب ما اجملها بس باسم التفضيل. انا عفوا علشان معانا اتصال. طب هناخد اتصال الاماني من العريش. طب نهايه اماني الاول ندخلها معانا في اتفضل الاتصال. معلش عشان ما تقعدش كتير. سلام عليكم. ازيك يا اماني؟ وعليكم السلام. احنا النهارده يعني محظوظين علشان ابنائنا من العريش بيتصلوا بينا. والله احنا اللي محظوظين بيكم. الله يخليكي. اخبارك ايه واخبار اللغه العربيه معاكم؟ الحمد لله. والله الحمد لله. عندك اسئله يا اماني؟ اه عندي. اتفضلي. بتلخبط انا في التثنيه والجمع المذكر والمؤنث بتاع المنقوص والمكسور والممدود. مكسور والمنقوص والممدود. ايوه. تمام. احنا معانا سؤال النهارده محمود في القطعه على الاسم المنقوص. طيب راجع معانا خلال المقصور والمنقوص نرجعها النهارده. انت تابعينا ان شاء الله باذن الله يا ماني على مدار الحلقه باذن الله، ومعانا سؤال بالفعل على الاسم المنقوص ان شاء الله هنشوفه معاكي، وهنعرفك كمان المقصور والممدود بيتسنوا وبيتجمعوا ازاي باذن الله ان شاء الله. وعايزه اسال امتى القافله بتاعت العريس؟ ان شاء الله يعني الاسبوع الثالث من دلوقتي يعني باذن الله. هو الاسبوع جاي مرسى مطروح، وان شاء الله الرحمن اللي بعديه بني سويف، وتقريبا الاسبوع الثالث هتبقى مين؟ هتبقى العريش. العريش ان شاء باذن الله. باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. طيب ان شاء الله. شكرا ليك يا امين وشكرا لاتصالك. انا بس استاذ محمود دعني عشان يبقى في وحده موضوع. تمام. في اللي بنقوله. تمام. احنا جبنا ثلاث حالات لاسم التفضيل. انا سؤال ابني انا كنت هجاوب عليه، بس انا كنت عايز الطلبه تاخد بالها الاول منين؟ تاخد بالها من التفضيل وكلام. تمام. زي كده. نعم. لان تمام. ده سؤال الامتحان بيجي في ثانوي عام. الحاله الاخيره بقى لما اقول مثلا لطالب اقول له ايه؟ اقول له انت اهيا، ادي كلمه انت، وتقول مثلا انت افضل الطلاب. تمام. انا اتعلمت حاجه دلوقتي عشان اعرف حكم اسم التفضيل لازم اشوف حالته. الحاله الاول. تمام. وجدت هنا ان الحاله هنا ان الاسم مضاف الى كلمه فيها الالف واللام. معرف بقال. معرف بقال. نعم. يبقى هو مضاف لمعرفه. مضاف الى معرفه. نعم. يبان اكتر مع المؤنث. تمام. جميل. فانا اقول لها كلمه انت. انت. جميل. ومعلش هجيب بعدها كلمه انتن علشان وقت الحلقه. تمام. جميل. ونوضح القاعده لابناء الطلاب. نعم. طب انا جبت كلمه هنا انت، يبقى انا اقدر اعمل حاجتين. اقدر اقول انت افضل الطالبات. الطالبات. أقول واقدر اقول لها انت فضلة الطالبات. الطالبات. يعني يجوز ويجوز يا سبعين. جميل. يعني مره جه مفرد مذكر ومره جه مطابق. تمام. جميل. نعم. اقول انتن، اقدر اقول انتن افضل الطالبات.
جميل، واقول انتن فضليات فضليات، الطالبات. ورحت كاتب كلمه الطالبات. نعم نكتب لاولادنا عشان برضو اللي بيكتب معانا الحاله هنا كانت ايه الحاله. ادي الحاله اقول له مضاف لما إلى فيه ما مين، عرف ال، أي لما لما فيه فيه ال. الالف واللام. تمام، طب ويبقى الحكم عندنا هنا مين، اقول له يجوز يجوز إفراده وتسكيره الافراد والتذكير أو المطابقة. وتجوز مين، وتجوز الايه المطابقة. المطابق. تمام نرجع بقى لجمله مين، لجمله ابننا عمر بن نعم المنيا، وانا بعد اذن حضرتك هكتبها بس على ال اتفضل هنا. يا سعاد. كان بيقول ما اجملها، القواعد، ادي كلمه اجملها، وراح قال كلمه القواعد النحوية. النحويه. نعم والجمله الثانيه كان بيقول ما فيها اجملها، ما قواعد، اجملها قواعد قواعد مين، نحوية. قواعد نحويه. نعم جميل، وطبعا عايز اعراب كلمه مين، كلمه القواعد في الجملتين. تمام. طيب الجمله الاولى يا استاذ عال، ما اجملها، احنا عارفين ان ده اسلوب تعجب، واحنا قلنا لابنائنا الاعزاء. جميل، والمتعجب منه كلمه مين، هو ها الهاء في كلمه مين الضمير اجملها. في كلمه اجملها. وانا هسال نفس سؤال، نعم لو قلت ما اجملها وسكت، هل المعنى كده بقى فيه بيان وبقى واضح؟ لا لا، محتاجه كلمه القاعده النحويه. تمام. طب مش ممكن استغنى عن الضمير واقول القواعد، ما ما اجمل اجمل القواعد النحويه، القواعد النحويه، انا ممكن استغني واجيبها بدل منها. يبقى انا عندي البدل يحل محل المبدل منه بعد عشان حذف. كده بقولنا بدل منها يبقى عشان نوضح لابنائنا. جميل، تمام. يبقى ادينا اعرابها هنا مين، هيبقى بدل اعرابها منصوب بدل وهو منصوب بدل مطابق. او بدل منصوب، وهنا بدل من الضمير اللي هو الهاء في الهاء. كلمه مين، في نعم كلمه هو اجمل. منصوب علشان الضمير في محل نصب لانه مفعول به بعد صيغه التعجب. جميل، اما الثانيه يا استاذ عال، ما اجملها، قواعد نحويه. جميل، تمام. كلمه قواعد هنا يا استاذ عال، هل الجمله الا تشعر ان هناك شيئا محذوفا؟ اشعر ان هناك شيئا محذوفا وهو حرف الجر. جميل، يعني نستطيع ان نقول ما اجملها من قواعد نحويه. جميل، فنستطيع ان نقول هي منصوبه نزع الخافض، بس الكلام دون غير مقرر مقرر على على ابنائنا ابنائنا الاعزاء. جميل، تمام. فلو قلت ما اجملها من قواعد نحوي، عشان طبعا قواعد ممنوع من الصرف، عشان هو كده مجرور القواعد بالفتحه جميل مجرور بالفتحه، ونحويات، يبقى ده هيبقى منصوب على نزع مين، منصوب على نزع الخفض، وده وده غير مش مقرر عليهم. على ابنائنا نعم الطلبه. احنا بنقول لابننا العزيز الجمله الاولانيه عليك وربما ياتي بها الممتحن في الامتحان، اما الجمله الثانيه كلمه قواعد هنا منصوبه على نزع الخافض، وهذا يعني ليس مكررا عليك في الامتحان باذن الله. تمام. استاذ عبد العال، نعود مع ابنائنا الاعزاء لما تبقى لنا من وقت مع بعض الأسئلة الموجودة عندنا. استخرج اسما منقوصا، وهو السؤال اللي كنا بنقوله لأماني من العريش، كانت بتقول لنا ما بتعرفش تجمع الاسم منقوص أو تسنيه وكده يعني. طب خلي بالك معايا يا أماني بقى، نعم يعني أجيب الاسم منقوص إزاي؟ نعم أنا أبحث في الكلمة في الجملة في القطعة اللي معايا يعني عن اسم آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، أخو ياء لازمة مكسور ما مكسور ما قبلها. قبلها. تمام، وقد تكون تلك الياء محذوفة، نعم مش موجودة في القطعة. نعم جميل، طبعا أبحث في القطعة وجدت كلمة بلا داعٍ. داعٍ. تمام. طب مستر محمود، ما أنا أقدر أكتب كلمة داعٍ دي أقولها الداعي. الداعي. جميل، طب أنا أكتب فرقة بياء. منفصلة. تمام، نعم. يعني أنا كتبت كلمة داعٍ أهيًا اللي موجودة في القطعة. نعم. وهي أدي كسرتين، بس أقدر أقول كلمة الداعي. نعم. جميل، والعين دي تحتها كسرة. تمام. الله، يبقى أصبح التنوين الموجود في الكلمة ده تنوين عوض عن مين؟ عوض عن الياء المحذوف. المحذوف. جميل، يبقى إذا لما خرجت الإيه؟ خرجت الاسم المنقوص قلت كلمة داعي. نعم. بس ده السؤال كان كامل كده ولا لسه هو في بقية؟ بيقول واجمعه جمعا سالما. واجمعه جمعا طبعا سالما. طبعا جمعا سالما عندي يا مذكر يا مؤنث، لكن الكلمة على ما وردت عليه. الكلمة طب هنا جاية مذكر ولا مؤنث؟ أنا جات لي كلمة داعي جت في صيغة المذكر. إذا سنجمعها جمع مذكر. طب أنا سالما. هعمل إيه؟ عند جمع الاسم المنقوص جمع مذكر سالما بزود مين؟ بزود الواو والنون. لو الياء محذوفه تظل محذوفه. تمام. لو الياء موجوده بحذفها. بحذفها، يعني مثلا ادي داعي وادي الداعي. نعم. لو حبيت اجمع كلمه داعي اقول كلمه مين؟ هقول كلمه داعون. نعم. جميل يا استاذ محمود؟ تمام. وانا قلت كلمه داعون ضميت أضم العين، العين اللي هنا قبل الواو. نعم. طب لو كانت منصوبه او مجروره هتبقى كسر كلمه العين. داعين. عين. واكسر نعم. العين اللي موجوده قبل مين؟ قبل الياء والنون. نعم. لو جيت اجمع كلمه الداعي بالالف واللام احذف الياء اولا، هل ينفع اقول الداعيون؟ لا. طبعا لا طبعا. نعم. لقيت نفسي بقول بالسلاسه كده بقول ايه؟ الداعون، اقول كلمه مين؟ الداعين، واضم العين ايضا، اضم العين هنا واكسر واكسر العين. العين مين؟ نعم. هنا، فده اعراب الاسم مين؟ عفوا جمع الاسم منقوص وجمعه جمع مين؟ جمع سالم. نعم. جميل. طيب ده بالنسبه للاسم المنقوص يا استاذ عال، يعني لو حبينا نجيب مثال للاسم المقصور
سريعا من اجل يعني ابنائنا وخاصه اماني من العريش. جميل. يعني لو حبينا نجيب اسم مقصور، الاسم مقصور هو كل اسم معرب ينتهي بألف لازمة لازمة مفتوح ما ما قبلها. قبلها، ربما جميل. تكون هذه الألف الثالثة أو أكثر من ثالثة. جميل. أنا عايز أجيب كلمتين، كلمة فيها الألف ثالثة وليكن مثلا زي كلمة إيه، زي كلمة مثلا عصا أو علا، جميل، براحتك يا استاذ علا محمود. مثلا هو لو قلنا مثلا كلمه زي كلمه مها، أو ما. جميل، تمام فروحت قايل تمام كلمه مثلا، ادي كلمه مها نعم وادي الالف ثالثه، تمام. واقدر اقول مثلا وأجيب كلمه كلمة زي كلمه هدى هدى. علشان خاطر نعم، الالف هنا مالها هتبقى متغيره. هنشوف الفرق بين الاثنين. جميل. وعايزين وكلمه نجيب كلمة كبرى، مثلا زي كوبرا. لا، عايزين كلمة بتيجي كتير أو سبعة، عليا تعالى ودنيا. عليا ودنيا، تمام، يكتب عليا يعني، عليا مثلا. رحت كاتب كلمه مين، كلمات عليا، تمام، عايز دنيا، هحط دنيا جميل، كمان. وادي كلمة كمان مين، تمام. كلمة دنيا. طيب احنا جميل عايزين نسني ونجمع جميل. الكلمات دي، وطبعا كلمات هتجمع جمع مؤنث هنا لأنها كلها مؤنثة، وهنشوف المذكر منها ويجمع ازاي أيضا. جميل. طيب هنشوف دلوقتي كلمة مها، الألف فيها رقم كام يا أستاذ عادل؟ الألف هنا ثالثة، ثالثة. وهنا الألف برضو ثالثة، ثالثة، تمام. إذا كانت الألف ثالثة لابد أن ترد إلى أصلها، الواو أو الياء. نعم. لما بقول هنا واحد اتنين والتالت مرسوم ألف، عرفت إن هي أصلها أصلها واو. واو. نعم. لما قلت واحد اتنين والتالت مرسوم عندي هنا الياء، يبقى هي أصلها ياء. الياء. تمام. جميل. يبقى إذا أردها لأصلها، يعني أحولها إلى مين، أحولها إلى الواو أو الياء. نعم، يبقى جميل. ميم ه واو. يبقى أنا رحت كاتب كلمة مها، آدي الميم وآدي الهاء، وادي الواو، الألف بقت واو أهيا، وازود الالف والنون او وأقول الياء إيه، والنون للمثنى. مهوان، تمام، أو أقول مهوين، مهوين. أقول في الجمع السالم أقول مهوات. واست، جميل. فرحت كاتب مثلا كلمة مين جنبها هي كلمة مهوات. مهوات تمام بالتاء. جميل. كلمة هدى، تمام. أنا الالف، سبت هدى الالف زي ما هي، مرسومة الف لينة أدي يعني هدى، ياء، الألف هرضها لأصلها تبقى ياء. بقت ياء، نعم، وقلت هدى يان يان، او أقول كلمة مين، هدى هدى يان يات في جمع المؤنث مين، السالم. السالم. طيب دي لو الالف ثالثه يا استاذ عال، بنردها لاصلها واو او ياء. لو الالف مرسومه الف يبقى اصلها واو، نعم. لو الالف مرسومه الف لينه يبقى اصلها ياء. لو الالف اكثر من ثالثه، رابعه، خامسه، سادسه، على طول استاذ محمود بنعمل فيها ايه، بنحذف تقلب هذه، إيه الى ياء. تقلب عفوا الى ياء، ونضع مين، نضع الزيادات. نعم. جميل. فانا كلمه عليا اهي، انا اروح تمام. قايل كلمه مين، عل يا يان. جميل. تمام. او طب واحده واحده يا عليا استاذ يا، عال، اتفضل. الياء الاولانيه موجوده اللي هي الياء اللي هي رقم بتاعت 3 في عليا، الكلمه. رقم 3. جميل. الياء اللي هي دي. الاولانيه موجوده. طب ثواني يا استاذ محمود، انا هعمل فيه ايه، انا هعمل لهم سهم من الياء دي، تمام، الياء الاولانيه اهي. تمام. جميل. والالف اللي هي في كلمه عليا اللي هي كانت رقم حولناها 4 هنا، لياء، قلبت هذه الالف الى مين، الى الياء الثانيه. عشان كده بقى عندي 2 ايه. جميل. بقت والكلمه دي لو منصوبه او مجروره يا استاذ عال هيبقى عندي 3 ايه. جميل. يعني لو انا قلت عليايان بالالف والنون في حاله الرفع للمثنى، لو في حاله النصب او الجر اقول عليايين، ثلاثه ايه؟ ثلاثة. يعني لو جاب لي في جمله الكلمه دي منصوبه او مجروره لازم اكتبها عين لام ي ي ي نون، عليايين، وده بيبقى تدريب للفك السفلي. جميل. يعني افضل احرك كده عليايين يعني كده انا ايه يا استاذ محمود، عندنا يعني يعني. تمام. هذه الالف تحول هنا الى ياء. جميل. نعم. وقبلها اتنين كمان ياء، تمام، يبقى واحد اتنين وادي التالتة كمان اهي، ده في تمام المثنى تمام المنصوب او المجرور. او المجرور، نعم. طب لما نجمعها جمع سالم بقى نقول ايه، هتبقى عليايات. طب يبقى انا عندي ادي الياء العين، الاولية موجودة زي ما هي، تمام، رحت كاتب ادي كلمة عين، عليا، تمام، ورحت قلبت الالف الرابعة الياء تانية الى ياء، وزودت الف وزودت وتاء. الالف ومين والتاء، بقت نعم كلمة عليايات. ياء. تمام. اتنين ياء فقط. وكذلك في كلمة دنيا يا استاذ، جميل، هتبقى دنيا يان. جميل. نكتبها يا استاذ محمود بعد تمام حضرتك، اتفضل. ادي كلمه دنيا، تبقى دن الياء الاولى موجوده زي ما هي اهيا، تمام. جميل. والالف قلبناها الى ياء، بقت الياء الثانيه، تمام. لو هي مرفوعه هنقول دنيا يان، دنيا نعم يان. لو حبيت ان اخليها مجروره او منصوبه، قال الياء الف دي تبقى مين، تبقى دنيا عندي يين، هتبقى يبقى ثلاثه ايه ايضا، ثلاثه ياء برضو، وفي جمع المؤنث هنقول دنيايات. دنيا. جميل. نعم. استاذ عال كده فاضل لنا في حاله جمع المذكر، يعني انا لو عندي مثلا كلمه زي كلمه ادنى وزي كلمه مصطفى مثلا، جميل، وعايز اجمع الكلمات ديت وهي اسماء مقصوره ايضا لانها مختومه بالف لازمه مفتوح ما قبلها وهي اسم معرب، يبقى انا عندي كلمه كلمه ادنى ادنى وكلمه مصطفى. جميل. طيب طيب هنا كلمه ادنى هي اسم طبعا مقصور، والالف هنا جاءت رابعه. سريعا يا استاذ عال بعد اذنك عشان وقتنا يعني في النهايه. جميل. في النهايه يبقى انا هزود هنا الواو والنون على الكلمه واحذف هذه الالف، فاقول تحذف الالف ونزود الف واو نزود واو ونون او ياء ونون، او ادنونا، ايوه، وهفتح ما ما قبل قبلها. مين. نعم. ولو هي مجروره او منصوبه اقول ادنينا، ادنينا، وبرده نعم قصد تظل مين، تظل النون عليها برده من عليها الفتحه. نعم. كلمه مصطفى هتبقى كلمه مصطفى
فاونة، نعم جميل، بحذف الألف نعم وافتح الفاء، أو تبقى كلمة مثلا مين، مصطفين، مصطفين، جميل. نعم وإنه عندنا لمن المصطفين الأخيار. جميل. وبكلمة الأخيار يعني ننتهي من هذه الحلقة أستاذ عال، بنشكر حضرتك على هذا الشرح الوافي والإضافات النحوية لأبنائنا الأعزاء، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عال. شكرا لك أستاذ محمود، وشكرا لكل أبناء الطلاب. أبنائنا الأعزاء لا تذهبوا في أي مكان، نصف ساعة إن شاء الله وسنعود إليكم بحلقة جديدة من حلقات برنامج مدرسة على الهواء، أيضا مع فرع النحو، حتى نكون سببا إن شاء الله في النجاح والتفوق. أبنائي، إلى أن يحين موعدنا بكم مرة أخرى، نترككم في حفظ الله ورعايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.